بالنسبه لهذا الميدان اللي هو ديال ستريت ارت، يعني الهدف ديالنا يعني من هذا ستريت ارت هو نوصل واحد الفكره عليها بالنسبه للفن يعني للشارع. الى لاحظنا ان حياتنا اليوميه ولات كتفتقد الفن المسرحي، يعني ولاو الناس يعني ما كيمشيوش للرياضه يدرسوا ولا السينما باش يشوفوا الافلام، يدرسوا غير ديالهم. داكشي علاش بغينا نشاركوا الشارع ونديروا هاد الفنون هادي باش تشوفها الناس وتوصل لواحد الفئه. داكشي السلام عليكم، كنقدم لكم راسي سميتني خالد، عمري 20 سنة. أنا شندير السيرك، عندي عامين ديال السيرك إكسبيريونس، وشندير مع ستريت آرت ديال الستاتشي، ونتمناو كما قال نتمناو هادشي ينتشر، الناس متبقاش كريسي، حاول إلا بغا يجيب طرف الخبز يجيبو بالحلال ماشي بالحرام، هذا هو الميساج لي بغيت نوصل ليك. متنساوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.